أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم بهذه التحديات الرائعة ومع هذه الانطلاقات المتميزة مع هذا السن اللقاية. انطلاقة سليمة لشوطنا العشرين وهو الشوط الخاص باللقاية الجعدان المهجنات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق. نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة وأرهني اللي قاد المجموعة منذ البداية شاهين بشعار حمد بن علي بن طالب الفهيدة المري من ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية يليه مع المركز الثاني ظبيان المبارك بن محمد بن نصرة العامري ياتي على مستوى المركز الثاني ومع المركز الثالث زعفران يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث بشعار فزاع بن حمد بن ضبيب الشامسي يتقدم بدوره مع المركز الثالث. رابع التحديات أرهني هملول عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي ياتي مع المركز الرابع ومع المركز الخامس ريمان لعبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي متابعا لانطلاقة ريمان مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات التحديات من مصيون لماجد بن محمد بن ماجد البريصة المري وأرى التقدم على مستوى المركز السابع في هذه اللحظات. نتابع التسلل والانطلاق من مباشر للخزع بن أحمد بن خزع بالهركي العامري وثامن الانطلاقات من الجانب الآخر مطفي مظفر بن محمد بن خموشه العامري متابعا لانطلاقة مطفي مع المركز الثامن وتاسع. الانطلاقات التسلل في هذه اللحظات من متعب راشد بن علي بن خليفة الرميثي في متابعة وانطلاقة متعب مع المركز التاسع، بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر مشاهدينا متابعين الكرام بأرى التسلل في هذه اللحظات والتقدم من مشاكل لحمد بن علي بن خميس العمري يتقدم بدوره مع المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق المتميز. ولكن لنعود مع الصدارة، لنعود مع بداية هذا الشوط مع المقدمة شاهين حمد بن علي بن طالب الفهيدة المري من يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط، من ينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية. التحديات القادمة في هذه اللحظات مع المركز الثاني وهملول عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي من يقدم هملول مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل ريمان عبد الله بن سعيد بن معيض النيادي متابعا لانطلاقة ريمان مع المركز الثالث. رابع التحديات مصيون لماجد بن محمد بن ماجد البريص المري ومع المركز الرابع وصلت الأسامي في هذه اللحظات نجران لمنصور بن غرير بن محمد الاكتبياتي على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات بو الابيض للسيب الصغير بن خليفة الاكتبي يتقدم على مستوى المركز السادس. سابعا نتابع الانطلاق والتحديات ايضا من شاهين حمد بن علي بن صبح بالخصم الاكتبي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق المثير. وشاهين على صدارة، شاهين على المقدمة ينطلق بتحديات هذا الشوط. حمد بن علي بن طالب الفهيدة المري القادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة مع هذا الانطلاق المتميز. ركض تلقائي، عروض تلقائية يقدمها شاهين مع هذا الانطلاق المتميز. ولكن أرى ريمان يتسلل مع المركز الثاني. ريمان بهذا الانطلاق، ريمان بشعار عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي ياتي على مستوى
المركز الثاني، ومع المركز الثالث وصل من الجانب الاخر، وصل بولابيض سيب الصغير مخليفه الك تبي متابعا لانطلاقه بولابيض مع المركز الثالث. رابع التحديات وصل بهذا الانطلاق المتميز، مشاكل حمد بن علي بالخميس العمري يقدم تحديات مشاكل، وارى القدوم ايضا في هذه اللحظات المصيون لماجد بن علي لماجد بن محمد بن ماجد البريص المري، ولكن الصدارة مع شاهين منذ البداية يقود هذه الجموع، ينفرد بالصدارة يقدم أحلى عروضة مع هذا الانطلاق المتميز حمد بن علي بن طالب الفهيدة المري، ولكن التحديات مع بولابيض للسيب الصغير بخليفة الاكتبي مع المركز الثاني المركز الثالث. من الجانب الآخر شاهين لحمد بن علي بن صبح بالخصم الاكتبي، وأرى التقدم أيضا القدوم في هذه اللحظات لمشاكل حمد بن علي بن خميس العمري، واللحظات الأخيرة جولة الأوامر النهائية، القدوم ولكن بولابيض على الصدارة مع هذا الانطلاق سيب الصغير بخليفة الاكتبي، واللي وصل المختبر بشعار علي بن محمد بن سعيد الخاطري يفاجئ الجميع، شعار بن سلومة مع هذا الانطلاق المتميز المختبر وشاهين ولكن بولابيض يتسلل في هذه اللحظات. تهانينا لمالك بولابيض سيب الصغير بخليفة الاكتبي المركز الثاني، ياتي ايضا المختبر علي بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري المركز الثالث، مصيون لمايد بن محمد بن ماجد البريص المري المركز الرابع. المركز الرابع متعب لراشد بن علي بن خليفة الرميثي، ومع المركز الخامس التحديات في هذه اللحظات مع مشاكل لحمد بن علي بن خميس العمري. هذه النتيجة، نعود مع التوقيت الزمني 7:33 سبع أجزاء من الثانية هو توقيت بولابيض. تهانينا للسيب الصغير بن خليفة الاكتبي على فوز بولابيض بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني المختبر بتوقيت زمني مقداره 7:33 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك المختبر علي بن محمد بن سعيد الخاطري واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول مصيون 7:34 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لماجد بن محمد بن ماجد البريص المري، تهانينا للجميع والناموس.